بصوته المميز وإحساسه الجميل انطلق إلى النجومية ليطرب أجيال الثمانينات. دفع ذلك لأن يسطر مسيرته بالنجاحات والحفلات حتى أن وصل صوته إلى العالمية من خلال غنائه على مسارح أكيد عالمية. هو صاحب رسالة فنية عنوانها الفن مرآة للمجتمع. لم يكتفي بذلك القدر، بل انعكس معناها على دوره الإنساني ما جعله يشغل منصب سفيرا للنوايا الحسنة. أكيد أتحدث عن النجم الدكتور عبد الله رشاد، ضيفنا اليوم في صباح العربية. لكن قبل ذلك خلينا نروح ونسمع مقطع من أجمل أغنيات الفنان الدكتور عبد الله رشاد اللي جمعته مع الفنانة نوال الكويتية في ديوتو كان ودي نلتقي. لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. مرحبا من جدة بالفنان الدكتور عبد الله رشاد، يسعد صباحك دكتور عبد الله، سعيدين جدا لوجودك معنا اليوم. ويسعد صباحك ريما والمشاهدين الكرام، اهلا وسهلا فيكم، سعيد جدا باستضافتي معاكم في صباح العربية. احنا جدا مبسوطين، ولكن ان شاء الله يكون صباح حلو ويوم حلو. هو اكيد حلو وجميل بوجودك معنا، لانك دائما تختفي وتطول الغيبات، وهذا عتب. يعني لماذا هذا الاختفاء فنيا برغم وانت تعلم ذلك جيدا؟ جماهيرك وجماهيريتك كبيره جدا، ولما نقولوا اسم الدكتور عبد الله رشاد يعني الناس تفرح، ولك اغاني جميله والكل ينتظر حضورك. هذا الغياب هل هو مقصود؟ هل أنت مشغول بشيء ما، ولا هناك عتب على الساحة الفنية لا تجد ما يستفزك من كلمات وألحان حتى تعود بقوة؟ يعني يمكن كلها متجمعة مع بعض، لكن في الأساس أنه طبعا الفترات الماضية كانت الأجواء غير مناسبة وغير صحية. يعني عدينا بأحداث كورونا والتغيرات اللي حصلت في الدول السابقة، كلها كانت متجمعة، إضافة إلى اهتمامي بوالدتي وأسرتي وأعمالي الخاصة. أيضا الحالة الفنية اللي كانت في الفترة السابقة كانت حالة ركود في العالم العربي كله. الآن طبعا بدت الساحة والحياة الفنية تختلف تماما وتتطور في المملكة، خاصة بوجود هيئة ترفيه وبوجود وزارة الثقافة، أعطتنا وأعطت للمجتمع السعودي ثقافة فنية جديدة. نعم. وتقديم وتطوير في المستوى الفني على جميع الأصعدة، سواء الاحتفالات أو المناسبات الثقافية أو الفعاليات. نعم بالفعل بالفعل. وخلينا أتوقف، تغير الحال، انتعشت الساحة الفنية السعودية تحديدا، خصوصا وجود المهرجانات اللي برعاية هيئة الترفيه. ويمكن آخر ما شاركت فيه دكتور عبد الله رشاد ليلة صوت الأرض، وكانت مشاركتك مميزة. هكذا نوع من المهرجانات التي تقام، كيف ممكن أنها تساعد الأغنية السعودية للوصول، وأيضا إحياء ذكرى بعض الفنانين وتكريمهم بهذا الشكل الرائع اللي شفناه كمثل ليلة صوت الأرض؟ كيف تشوفه وإيش أهميته للفنان؟ يعني هذه التكريمات اللي صارت واللي حتصير من هيئة الترفيه واهتمام معالي المستشار تركي آل الشيخ بهذه الأيقونات وهذه الرموز اللي كانت اللي أدت ولا زالت تؤدي، طبعا اهتمام يعني مسبوق في العالم كله. ما حصل أي تكريم يقدم هؤلاء النجوم أو هؤلاء الرموز
بالشكل اللي صار في المملكة العربية طبعاً. السعودية طبعاً. تحديدا من هيئة الترفيه بهذا المستوى نهائي. وأنا أعتبر أنه لم ولن يصير في العالم تكريمات مثل هذه التكريمات، لأنها بتقيم وتقدر وتحفظ حقوق ومكانة الفنان السعودي أو العربي بالأحرى. الاحتفالات والمشاركات الفعاليات اللي بتقدمها هيئة الترفيه أعتقد أنها ما حصلت في أي مكان في العالم حقيقي. يعني إحنا شاركنا في احتفالات في العالم العربي كله، لكن ما كان في اهتمام للفنان بالشكل اللي يصير في المملكة العربية السعودية. صار في دعم لكل الفنانين في العالم العربي. نعم. مع العلم أنه معالي المستشار في آخر اجتماع كان مع معاليه قال أنه حيدعم الفنان السعودي تحديدا بشكل خاص والفنانين العرب بشكل عام. مظبوط. وفعلا الفنان السعودي يحتاج لدعم كبير، لأنه كان هذا الدعم مفقود طوال هذا الشيء اللي بدأت أسألك عنه دكتور عبد الله. يعني حضرتك من جيل لم يكن الطريق سهل، كان في معاناة للوصول، كان في معاناة في الحفلات وفي المهرجانات وغيره. اليوم أصبح وجود هناك أكاديميات موسيقية، معاهد، عندنا فرقة للكورال وأوركسترا سعودية وغيره، وأيضا من جهة أخرى وجود السوشيال ميديا. اليوم الجيل الجديد يعتبر محظوظ بوجود كل هذه التسهيلات، ولا الساحة اليوم أصبحت مفتوحة للجميع وأصبح الخيار صعب وإثبات الوجود أصبح أيضا صعب؟ يعني زي ما تفضلتي حضرتك ريما، أنه أصبحت الحياة سهلة بالنسبة للفنانين الشباب اللي أتمنى أنهم يستغلوا هذا التطور، يستغلوا هذا التقدم، يستغلوا التقنية، لأنها بصراحة يعني الآن النجومية من بيتك بالأحرى من جوالك. صحيح. لكن للأسف مع العلم أنه عندنا كميات هائلة من الأصوات والمواهب اللي يستحقوا الدعم ويستحقوا أنهم يستفيدوا من هذا التطور وهذه التقنية. بس للأسف في مشكلة واحدة في المملكة وفي العالم العربي، اللي هي وهي عدم وجود إدارة للفنانين، مدير أعمال للفنانين بشكل حديث ومطور ويواكب التطور ويواكب التقنية. لذلك يعني ما في أي تطور في هذا الجانب. إحنا نحتاج أكاديمية لتطوير مدراء الأعمال للفنانين، مثل زي يعني أوروبا وأمريكا، مدراء الأعمال للفنانين يعتبروا أهم من النجم نفسه. بالضبط، لهم يعتبر أهم من النجم، لأنه مدير الأعمال هو اللي يبرمج الفنان وتقديمه ومواعيده وتطويره على الصعيد العملي بالذات. طيب. فهذه الناحية اللي تنقصنا وتنقص العالم العربي كله. أتفق معك دكتور عبد الله. يعني لما أجيب اسم دكتور عبد الله رشاد ضروري أتطرق للجانب الإنساني، خصوصا أنك أنت سفيرا للنوايا الحسنة من سنوات طويلة، ولعلي أسترجع معك قصة تبنيك وعملك النبيل للعاملة المنزلية التي توفت عندك، وأنك تبنيت ابنها أو أبنائها، وهذا شيء لطيف جدا، وأنت مؤمن بأن الفن رسالة والفنان يجب أن يحمل رسالة. لك مشاريع تساهم فيها ثقافيا وإنسانيا بعيدا عن الفن شوية، وحضرتك أعتقد كأنه لك مشروع تعمل عليه بأنك تربط المجتمعات العربية ثقافيا وفنيا، ماذا حدث عليك؟ بخصوص أنه الأعمال الإنسانية والمجتمعية، أنا من سنوات طويلة وأنا أساهم في هذه
المشاركات المجتمعية والإنسانية، خاصة اللي تمس الاحتياجات والجمعيات الثقافية والجمعيات الخيرية. وأسعد دائما وأبدا بالتواصل معهم في هذا الجانب، والحمد لله في الفترة الماضية إلى الآن وأنا لازلت في هذه المشاركات والمساهمات. الشيء المهم جدا اللي لابد أنه نتطرق له الآن، مشاهير السوشيال ميديا والنجوم والفنانين، هذه الدعوة المهمة جدا أنهم يساهموا في هذا، يستغلوا نجوميتهم وشهرتهم في تقديم الجوانب الإنسانية في المجتمعات طبعاً. وهذه الناحية اللي لابد أنها تؤخذ في الاعتبار. بالنسبة للمشروع الثقافي في طور إنشاء الملتقى العالمي اللي يربط الثقافات العربية والعالمية، وإنه نقدمها في المملكة العربية السعودية بشكل حديث ومطور ويليق برؤيتنا وتطور المملكة ثقافيا وترفيهيا وسياحيا. وهذا الترابط بإذن الله حيكون خلال الفترة القادمة في شكل ملتقى عالمي بإذن الله، أو ملتقيات عالمية وأسابيع ثقافية فنية أدبية خلال الفترات القادمة إن شاء الله. جميل جدا، يعني الوقت يداهمني دكتور عبد الله، وأكيد وجودك معنا لازم نسمع على الأقل دندنة من أغنية من أغانيك الجميلة، ماذا تختار لنا؟ يعني الحين احنا صباحا، فيعني حبذا لو كانت من الأغاني يلا الصباحية. كأني مغرم بليلة وعمري في الهوى ليلة، عمري في الهوى ليلة، نهار اللي يحب ليلة، نهار اللي يحب ليلة، وناره في الهوى نارين. الله مثلا الله تدور الأرض من الأعمال أيضا اللي كانت كان لها تأثير عربي كمان كبير. كل أغانيك يا دكتور عبد الله رشاد، يعني لو نتذكر كمان كان ودي نلتقي، اللي كانت وما زالت وستبقى أفضل ديوت شعبي إلى الآن لها جماهيرية، سر هذه الأغنية إيش برأيك؟ يعني إنه إلى اليوم باقية وكل الأجيال تسمعها وتتذكرها ويغنوها في الحفلات، شمعنا هذه الأغنية اللي لقت هذا الصدى الكبير جدا في كل العالم العربي؟ يعني كانت الأغنية بسيطة ومباشرة وشفافة جدا حقيقة، وكانت من أوائل الدويتوهات اللي صارت في العالم العربي. مظبوط، وكانت فكرتها قريبة للناس ومحببة جدا، والحمد لله أنه إلى الآن الأغنية عايشة في أذهان الناس. يعني الصراحة نحن نستمع لها الآن، أغنية جميلة بالفعل بكل ما فيها إحساس وكلمة ومعنى، ستبقى عبر الأجيال. دكتور عبدالله رشاد سعدت جدا بهذا اللقاء معك، ونتمنى وعد منك عودة إلى الساحة الفنية بجديد لك، خصوصا أنك مهتم بالأغنية السعودية الأصيلة والتراثية وغيرها، فصراحة نفتقد فنك كثيرا. دكتور عبد الله رشاد شكرا لوجودك معنا اليوم. والهوى أستاذ عشق وفلسفة، والهوى وبحر عشق وفلسفة، الهوى أستاذ عشق وفلسفة، والهوى وبحر عشق وفلسفات، من تشوفه من وصوفه تعرفه، من تشوفه من وصوفه تعرفه، مغرم ما ذاقت عيونه مبات، مغرم ما ذاقت عيونه.